أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توصيات المجلس المركزي للمنظمة الداعية إلى وقف التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي مع إسرائيل. وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلنت أنها اعتمدت توصيات المجلس المركزي مؤكدة عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه. وحذرت اللجنة سلطات الاحتلال من تبعات استمرار الانتهاكات التي تمارسها في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. وكان عباس طالب إسرائيل في مستهل اجتماع اللجنة بالالتزام بإرجاع الوضع القائم في شرق القدس إلى ما كان عليه قبل عام 2000.